البلد مع ميغيل وتياريتا جيرمانوس. بونسوار ميغيل وتياريتا، اهلا وسهلا فيكم. هاي تيا. هاي. انتوا كثير مهضومين وكثير كثير حلوين، وكلهم حبوكم اول ما شافوكم، بدنا زقفه قويه لكم. ميغيل عمرك 10 سنين وانت بالصف الخامس ابتدائي او جريد 5 بمدرسه سان جوزيف سكول بقرنه شهوان، وبالاضافه لانك كثير شاطر بالمدرسه كثير بتحب الرقص. بيك بيقول انه معدلك 17 على 20 ومشان هيك حابك تصير دكتور. انت بتحب تعمل دكتور ولا بتحب تعمل شيء ثاني؟ ايه بحب اعمل دكتور، وكمان بحب ارقص، يعني بدي اعملهم اثنيناتهم بذات الوقت. صح، ما في شيء بيمنع عنا الدكتور هون الليله، هو دكتور وبدق بيانو كمان بنفس الوقت وبيعمل عمليات قلب، ففيك تجمع الاثنين اكيد. تياريتا شو هالوردات الحلوين هيدول؟ كثير حلوين. تياريتا جيرمانوس انت اخته لميغيل، عمرك 8 سنين وبالصف الثاني ابتدائي يعني جريد 3 بالمدرسه نفسها، وكمان شاطره كثير. تياريتا بتتدربوا على الرقص 3 مرات بالجمعه، هالشيء بخليكم تتلهوا عن الدرس ولا لا؟ بلحق على الدرس وبلحق على الرقص. برافو عليكي حبيبي انت. ميغيل وتياريتا رح تقدموا لنا الليله رقصه خاصه فيها بريك دانس وفيها جيمناستيك، ورح تختموها بديو سالسا سوا، اوكي؟ يعني حاسينكم الليله نحن انكم بدانسينج وذ ستارز، تحضروه؟ بقى انتم الستارز الليله والمسرح لكم، تفضلوا. Mia Jaliza. اسم الله اسم الله اسم الله، الله يحميكم. يو ار ريل ستارز، مانكم بحاجه لاي برنامج حتى تبينوا ستارز لانه انتم اوريدي ستارز. بدي اطلب
مطلوب من الموجودين معنا الليله انه يصوتوا لكم من ضيوفنا. نحن بنعرف انه اذا بناخذ 3 علامات فوق 7 بيتاهل الفيديو الخاص بالموهبه حتى يتواجد على ويب سايت الام تي في حد برنامج حديث البلد، والفيديو اللي بياخذ اكبر نسبه مشاهده هو اللي بيربح معنا باخر الموسم. قولوا لكل اصحابكم انه يتفرجوا عليه، وانا بدعي كل العالم انه يتفرجوا عليكم لانه عن جد بتستاهلوا. لكن 10 10 8 ما لقيت. هاي 9 قدام، هاي 9 قدام، هاي 10 كمان. ما فيك 10 على 10 هنا العلبة. 19 على 10. 19 على 10. يا ويلي ويلي يا ويلي، علمتيك 10 على 10. برافو دكتور. 109 على 10. واو واو واو، 10 على 10. يعني شو هيدا؟ شو يعني تأهلتوا وبعلامات كثير عالية، هذا أكثر موهبة بتاخذ علامات لحديت هلا. برافو، منهنيكم، منهني أهلاتكم اللي هن عم بدربوكم، منسلم عليكم كثير، منبوسكم كثير، واحضروا حالكم حد حلقة حديث البلد. أوكي.